علق رياض بن نور رئيس بعثة فريق الترجي على نتيجة قرعة دور الأربعة بعد تقرر مواجهة الفريق التونسي للفتح الرباطي المغربي، مؤكدا أن الفريق استعد جيدا لكل الاحتمالات والمواجهات، مشيرا إلى أن مواجهات شمال أفريقيا لا تخضع لمنطق وبالتالي نتيجة المباراة غير متوقعة، مؤكدا أنها ستكون مباراة كبيرة. والله قرعة عادية، الترجي محضر نفسه لكل معناها الافتراضات، كل الاحتمالات. فريق فتح رباطي فريق قدم مردود طيب في خلال المباريات الأولى متاع المجموعة. المباريات في شمال أفريقيا تعتبر بين أندية شمال أفريقيا ديما حماسية، ما تخضعش المنطق معناها القوة أو من الأفضل، لأنه الفرق هذه متعودة معناها على اللعب ضد بعضها. أكيد باش تكون مباراة كبيرة، مباراة حماسية، ما هي إلا مباراة نصف نهائي، وعلى إن شاء الله الترجي يكون حاضر باش يمر للدور النهائي. والله كيبدا في معناها الترجي هذه التونسي ما حطيناش معناها احتمالات أو اختيارات أو تفضيل معناها فريق على فريق ثاني. أكيد الترجي هذه التونسي لازم يكون حاضر إذا كان يحب يفوز بالنهائي هذايا. يلزم يكون عند معناها حسن ظن، خاصة المحللين جماهيرنا ساعة أول حاجة، وخاصة كل المحللين اللي حطوا ترجي رياضي التونسي من المرشحين للفوز بهذا اللقب. يلزم الترجي يكون يأكد معناها يأكد الكلام هذايا، وإن شاء الله نكونوا حاضرين، ما فما حقيقة إلا حقيقة الميدان يوم المباراة.